وبعد تظاهرات حاشدة في بغداد، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يلتقي بالمتظاهرين ويعدهم بحلول سريعة وفق القانون. مو أكبر من النادي الطلبة، ولا أكو أي شخص، ولا أكو أي رئيس نادي، ولا حتى أنا أكبر من الوزارة. لكن المشكلة مو في إيدي، أكو شغلات اسمع من عندي بابا. أنا لازم عندي شغلة، يعني شيء مهم اللي أقدر من خلال القانون، أكو أخطاء اللي أنا أقدر من خلالها أنه أطلع. أما فيما عداها أنا راح أتكلم اليوم وياه بشكل مباشر، وراح أوجه له رسالة ما مطالبتكم بها، وراح أبحث ويا هذا الأمر. ثلاثة، أنا وقفت ويا النادي بهاي الفترة الأخيرة الآن وقبل، والله ليس من أجل على، والله أنا وقفت مع جل احترامي وتقديري لابني على، ولكن أنا وقفت من أجل نادي الطلبة. يوم اللي وقفت وحتى موضوع الرعاية أنا ساعدت بيها. هاي عقودنا تزوير، انت صلاحيتك كوزير الشباب والرياضه، وزير الاهلي بين فانك تقدر تقيم فيها. انت شو قصدك انك تبيع تلاعب وجبت الوقت اقرار الهيئه العامه كلها قرايب وعساير؟ بس اصلا اجيك واحد انا قلت لك هاي قدموها شكوى واحنا راح نحقق فيها. ما اقدر اقرار الهيئه العامه، ما اقدر انظر ورا سنتين، ما اقدر ورا سنتين. لا لا راح ابعد، انا راح ابعد يوم كابتن. كابتن خلاص، خلوا الموضوع هذا الوضع زين. انت راح اقعدك ويا الجهه المسؤوله، ومو انا اللي راح احقق، راح اقعدك بس اعطيني مجال يا ابويا. وياهم راح يقولون لا، ما يقولون هذا فتوني بالباب، ما يقولون اول ما قدمت الباب راح اقول قدامك اي شيء سيدي على كذا مسؤول. حيدر يونس محمود هددوا، احنا الجمهور كلنا هددوا. لا ما هددوا، ما في احد يهدد، ما في احد يهدد. والله يا حيدر عندك حق، عندك حق. عمل الحسين